علم الغيب من المواضيع العقدية المهمة جدا، وهي من الإيمان أن تؤمن بأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده روى البخاري بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. يعني الغيب عنده خمسة مفاتيح أو مفاتيح، والخمسة مفاتيح دي للغيب لا يعلمها إلا الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا الله أسلوب الحصر بأقوى أنواع الحصر، لأنه جاء حصر بالنفي لا يعلمها والاستثناء إلا الله، معناته ما في أحد مع الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمها إلا الله. زي قولك لا إله إلا الله، فما ممكن تقول لا إله إلا الله وتاني تدخل إله بالباطل مع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. فهنا في الحديث قال لا يعلمها إلا الله، يعني إلا الله، ما في أحد تاني بيعلم الغيب، لا ولي صالح لا متغي لا نبي لا رسول لا ملك لا شيطان لا جن لا أي شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد أحد إلا الله، يعني اللي بيحصل في المستقبل البعيد أو المستقبل القريب ولو بعد شوية ولو بكرة غدا لا يعلم ما يحصل فيه إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باقي الحديث وهو في البخاري. الشاهد إنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعني الله سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة جدا في القرآن ربنا وصف نفسه بقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يبقى ما في أحد مع الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآيات وبنص هذه الأحاديث الصحيحة يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. والسيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أيضا قالت: من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. شوف ده محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كان هو ما يعلم الغيب وده الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد الخلق وأفضل الرسل وأفضل الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، إذا كان هو وهو من هو لا يعلم الغيب، يعني ما تقول لي ولي صالح يعلم الغيب، ولا تقول لي رجل تاني يعلم الغيب، ولا تقول لي شيطان، ولا تقول لي شيخ الطريقة الفلانية بيعلم الغيب، لأنه شيخ الطرق الصوفية بيدعوا إنهم بيعلموا الغيب باطن وظاهر، كما قال البرعي، ده ديوان البرعي، ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للبرعي الصوفي السوداني. في الصفحة 296-297 يقول البرعي، ودي مدحة طبعا بيمدحوها الجماعة وبرقصوا، طبعا هذول لما يكون برقص مع الموسيقى تحت الصوفية ومعه الشياطين بيرقصوا معه بيكون ما فاهم أي حاجة ولا بيتأمل في الكلام اللي بيقال، حتى لو كان كفر بيطلعك برا الإسلام، حتى لو كان كلام بينافي العقيدة الناس ما قاعد ينتبهوا له، جماعة تلقى بينقزوا وما فاهمين بيقولوا بشنو ذاته. البرعي قال قوماك نزاور الأولية الأقطاب ليهم نشاور، يعني الكلام عن شنو؟ عن الأولياء، وده ما أولياء ربنا، ده الشيوخ الصوفية ده ما عندهم علاقة بأولياء الرحمن. قال منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم الأولياء بتاع الصوفية ديل، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر،
ربنا سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وربنا عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات فوق الملائكة والأرض الإنس والجن والحيوانات وكلهم والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبرضه في الآية دي ربنا جاب الحصر بأقوى أسلوب الحصر، قال قل لا، لا دي نافية، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا، وده الاستثناء، إلا الله. فالحصر هنا كان بأسلوب النفي، والاستثناء اللي هو أقوى أسلوب الحصر، يعني لا يعلم الغيب ولن يكون أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والصوفية برضو مصرين، شيخ الطريقة الختمية برضو، عشان ما تقولوا البرع براو بأصل للشرك ولا الكفر وعبادة غير الله، كل شيوخ الصوفية زي البرع واحد، ده شيخ الطريقة الختمية بيتكلم عن نفسه للأسف الشديد، عن نفسه، شكر في نفسه للأسف الشديد. قال أنا الجليس على العرش، وده كفر، لأن ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال عن نفسه ثم استوى على العرش، ربنا مستوي على عرشه. أما جليس ده بطريقته شيخ الختمية، لكن ربنا استوى على عرشه، فكونه شيخ الختمية يقول هو على العرش ده كفر، كفر أكبر ما قاله حتى أبو لهب الذي قال الله عنه سيصلى نارا ذات لهب، ما قال الكلام ده. المهم قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. شوف الكلام ده كيف قال يعلم الغيب، وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن يا جماعة علم الغيب ما بيعلمه إلا الله. عشان كده الصوفية اللي قاعدين يغشوا النساوين عاملين فيها فوكية، قاعد عامل فيها ولي في الحلة وما شغال طبعا، قاعد عاطل، لا زبالي لا حدادي لا حداد لا عتالي لا أستاذ لا طبيب لا مهندس ولا تاجر، قاعد عاطل في الحلة، مولع له بخور يغش به وجماعة بتاعنا الحلة لما يمشي الليو عشان طبعا يلقط قروشه، يقول لهم، يقول لها انت اسم امك كده، او يذكر لها شيء من الحق ومن الصدق، لكن باقي الكلام كله كذبه، كذب يعني يكذب 100 كذبه واحده تكون صدق. الصدق ده جابه من وين؟ هل هو يعلم الغيب؟ يقول لها لا، نحن بنفتح الكتاب. لا، الموضوع ما في كتاب، ده دجل وشعوذه، ولا في حاجه اسمها فتح كتاب في الاسلام، لكن المعلومه الصدق الوحده قصاد 100 معلومه كذب جابه من وين؟ روى البخاري من رواية أبي هريرة حديث طويل، خلاصته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الساحر الولفة كده تاع الحلة ده ذاته، انت قايل منه؟ كان سمى نفسه ولي ولا صالح، ده ساحر، ساحر مشرك كافر، قال يرسل الشياطين، والشياطين مش هو الملكم، هم اللي استحوذوا عليه. ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالشيطان استحوذ عليه لأنه وقعوا في الكفر والشرك، قال لبول في المصحف، أو ارمي المصحف في الحمام أكرمكم الله، أو اكتب القرآن بدم الحيط، أو يشرك بالله، أي نوع من أنواع الشرك الأكبر. عشان كده الحافظ ابن حجر نقل عن السلف قالوا لا يتأتى السحر إلا بالشرك بالله، فلما يشرك شيخ الطريقة أو الفكيف الحلة يقوم الشيطان بعد ده بيستحوذوا عليه وبيستجلوه لبعض الطلبات عشان يزيدوا هو كفر وضلال، ويزيدوا الناس اللي بيجوه الكفر وضلال، الزوار اللي بيجوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشياطين الرسلهم يركبوا فوق بعض هكذا، وصفها سفيان راوي الحديث كده، يركبوا فوق بعض لحد السحاب العنان، فيسمعوا مسترق السمع يسمع كلام الملائكة مع بعض، لأنه ربنا أوحى بالوحي. بعد ذاك الملائكة بيجوا كل ملائكة السماء يكلموا ملائكة السماء تحتهم، فالشياطين يركبوا فوق بعض، الفوق ذاك يطلع لحد السحاب فيسمع كلام شنو يا جماعة؟ الملائكة مع بعض،
مثلا محمد ود احمد بيسافر السعوديه، كلمه بس الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيسمعها مسترق السمع الراكب فوق الشيطان ده، فيلقيها الى من تحته، يديها لشيطان تحته الشايل ذاك، وتحته لتحته الشايل والشايل والشايل لحد الشايل متحت ذاك، طوالي يجري يكلم الفكي بالمعلومه الصحيحه الواحده، فيكذب معها 100 كذبه، 100 كذبه يكذبها معها. تجي المرأة داخلة المسكينة، راجلها مغترب برسل لها مصاريف قروش بالريال، أو راجلها كيف أو كيف عندها شوية قروش، يمص منها كلها الكلب المستهبل القاعد مولع بخور ده، يكذب عليها. ليه؟ قال فيصدق، ده الرسول قال كده، قال فيصدق بتلك الكلمة التي جاءت من السماء أو من العنان. وأحيانا الشيطان الراكب فوق تجي الشوب، ربنا قال وجعلناها رجوما للشياطين، تجي تضربه ما يقدر يلقي الكلمة اللي تحته. وأحيانا يكون عنده أخبار من الحلة ذاته، الفكيدة ما ساكن في الحلة، عنده دراويش وحيران فكهم في الحلة، عارفين فلانة طلقوها وعرس فلانة بتين، وعارفين الأخبار، وبيقفوا في الجزارة محل بيتلموا النساوين يسمعوا الأخبار، يجي يكلموا الفكيدة. الموضوع كله، الموضوع كله أكل مال المسلمين بالباطل، كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. دي خلاصة الموضوع، ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت في القرآن، دي الخلاصة. يبقى ما بزول بيعلم الغيب، ده شغل بتاع دجل وشعوذة وشغل بتاع جن وشياطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فيخدع الناس. الصوفية عندهم شبهات، كل هذين شبهتين ولا كده في موضوع علم الغيب، بيغش بها الناس، لأنه ده طبعا بقى أكل عيش لناس كتار، موضوع الدجل والشعوذة. الشبهة الأولى، قالوا ربنا قال في القرآن في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قالوا دي دليل على أنه نحن شيوخ الصوفية بنعلم الغيب، وأنا شيوخ الصوفية في الآيات، ما في الآيات دي كلها ما في صوفية ولا في شيخ صوفية ولا فيها برعي ولا فيها كباشي ولا فيها الركيني ولا في أي واحد من هؤلاء. ده أول نقطة. الآية باختصار، الآية دي ربنا قال هو بيعلم الغيب براو سبحانه وتعالى، وما بيظهر علم الغيب ده لأي أحد إلا من ارتضى من رسول. هل شيوخ الصوفية فيهم رسول؟ ما فيهم. إذن الشبهة انتهت. طالما الشبهة انتهت، طيب معنى الآية شنو؟ نواصل معناها. ربنا بيعلم بعض الرسل أو الرسل شنو؟ بيعلمهم أشياء كانت غيب عليهم هم ذاتهم. طيب يا أخواننا، طيب كون الرسل ما يعلموا الغيب واحتاجوا إنه ربنا يعلمهم شيء من علم الغيب، وحنعرف الشيء ده شنو ذاته، حنعرفه بعد شوية، وهل بعد ما يعلمه له بيسمى غيب؟ برضه حنعرفه بعد شوية، ولا بيسمى علم شهادة والرسل بيبلغوه للناس؟ حنعرفه بعد شوية. لكن ربنا قال رسول، يبقى صوفي ما فينا، شيخ طريقة ما فينا، ما في رسول يعلم شيء للرسول فقط، وكان غايب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان غايب عنه قبيل. كون ربنا علمه والرسول ما كان يعلمه، معناته الرسول ذاته ما يعلم الغيب. فإذا كان الرسول ما يعلم الغيب، يبقى شيخ الطريقة ولا أي واحد دون الرسول ما يعلم الغيب، من باب أولى وأحرى. واحد، اثنين، العلم ربنا بيعلمه للرسول ده قبل ما يعلمه له كان غيب، لكن بعد ما يعلمه له ما بيسمى غيب بعد ما يعلمه له. ليه؟ لأنه أي رسول بيعلمه لقومه. مثال، سيد الرسل منو؟ سيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد من هؤلاء الرسل بل أفضلهم، ربنا علموا شيء مما كان غيبا عنه، علموا لينا ولا كتموا؟ لو الصوفية قالوا كتموا يبقى كفروا بالله، لو قالوا علموا لينا معناته ده بقى ما غيب، وهو علموا لينا وما كتم شيء، لأنه ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
والله يعصمك من الناس. فعلمنا له زي شنو هو؟ كان غيب على الرسول زي علامات الساعة، خبر الدجال، المسيح الدجال، وعلامة الساعة اللي بتكون في قرب قيام الساعة من خروج النار ومن طلوع الشمس من مغربها، لما كلها كانت غيب حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمثال ذلك من الفتن والملاحم وغيره، وأخبار الجنة وأخبار النار وأخبار عذاب القبر ونعيمه، دي كلها كانت غيب. طيب لما علموا للرسول عليه الصلاة والسلام عذاب القبر وأخبار الجنة وأخبار النار، علمنا له ولا ما علمنا؟ علمنا، يبقى بقى ما غيب بعد. لكن جبريل كان شنو؟ غيب. عشان كده ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يعني لما يعلم الرسول بيبقى إظهار، عشان كده قال فلا يظهر إلا من ارتضى من الرسول، يبقى ظاهر ما بيبقى غيب. والغيب ما غاب عنك وليس ما ظهر لك، ده الموضوع كله. الشبهة الثانية قالوا عمر بن الخطاب قال يا سارية الجبل، وطبعا هو ذات الحديث ما يا سارية الجبل القصة، لأنه من حيث لغة كده ما صحيح، هو أصلا قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل في رواية مرتين وفي رواية ثلاث مرات، لأنه سارية ده رجل منادى والمنادى مرفوع، عشان كده يا سارية الجبل، هم ذاتهم بينطقوها غلط، يبقى يفهموها صح كيف. المهم القصة أورد ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1110 من السلسلة الصحيحة، قصة صحيحة. هي شنو؟ عمر بن الخطاب رسل جيش وأمر على الجيش رجل اسمه سارية، والجيش هزم جيش المسلمين في البداية، وعمر بن الخطاب قاعد يخطب على المنبر يوم الجمعة، هكذا الرواية، والجيش هزم في بداية الأمر، عمر بيخطب في موضوع تاني خالص في الدين في خطبة الجمعة عادي، فجأة كده عمر بن الخطاب قال يا سارية الجبل، كرر ثلاث مرات يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني ألزم الجبل. بعد ما انتهى بعض الصحابة سألوا قالوا ما هذا الذي قلت يا عمر؟ ده اللي قلته ده شنو؟ قال ماذا قلت؟ يعني هو لما قال ذاته ما حس انه قال، يبقى يعلم الغيب كيف؟ هو ما علم انه قال، كيف يعلم الغيب انه ساري هناك وزموا؟ وطيب شنو الكلمة اللي قالها دي؟ العلماء قالوا دي كرامة من الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب، وإذا عمر ما عنده كرامات تاني عنده كرامة منه؟ هو شيوخ الصوفية قاعد يقول عنده كرامات، شيوخ صوفية يدعو إلى الشرك وإلى عبادة غير الله وإلى الكفر وإلى الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعو أتباعهم إنه يعبدوا غير الله، مش الله، يعبدوا غير الله، يكون عندهم كرامات كيف؟ المهم فعمر بن الخطاب قالوا لنا نعم قلت يا سارية الجبل الجبل، وبين جمعة عمر صلى المدينة وبين محل الجيش مسيرة شهر، فسمعوا كلمة قالوا سمعنا صوتا يشبه صوت عمر. طبعا جو راجعين بعد فترة وحكوا لعمر بن الخطاب القصة، قالوا له هزمنا فسمعنا صوت يشبه صوتك، قال لنا يا سارية الجبل، فرجعنا للجبل بعد ما هزمنا في البداية وأدينا ظهرنا الجبل وجمعنا صفوفنا وكرينا على الكفار فانتصر المسلمون بإذن الله تعالى. العلماء قالوا ده من باب الإلهام والكرامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد كان في من كان قبلكم محدثون، وفي رواية قال ملهمون، فإيكوا في أمتي فعمر، فعمر هو المحدث الملهم. فالقصة ما فيها إنه عمر يعلم الغيب، ولا فيها إنه عمر كورك من هنا وصوته ماشي مسير الشهر وكان قصد الكلام ده، لأنه هو ما علم إنه قال الكلمة دي ذاته، يبقى ده دليل إنه ما يعلم الغيب، ودليل إنه الكلمة دي ربنا سبحانه وتعالى الوصل لهم هناك، مش عمر القصد يوصل هناك، زي شيخ الصوفية اللي يقول لك بنشوف من هنا بنشوف لحد العلفون، من هنا بشوف لحد الصين، لك الضاب تشوف شنو؟ تشوف العمى، ما بتشوف أي حاجة أنت، ما بتشوف، واقول لك بسمع من هنا ده الزول الغرقان في البحر، وده برضو كفر بالله، لانه ده يا جماعه من صفات الله سبحانه وتعالى، ما ممكن يدلها احد. لكن عمر قال كلمه
أجراها الله على لساني. لما سألوه قال له شنو قلت؟ قال أنا ما أعرف، كلمة بس، مجرد كلمة ربنا أجراها على لساني. فالعلماء قالوا ده من باب الإلهام، ويسمى الآن عند الناس الخواطر. فده خلاصة الموضوع، وهي كرامة لعمر بن الخطاب، لكن ما معناته هو بيشوف من هنا مسيرة شهر، ولا بكورك يسمعون من هنا مسيرة شنو شهر، لأنه هو نفسه قال والله أنا ما أعرف، كلمة أجراها الله على لساني، وليس فيها دليل أن أحدا يعلم الغيب. لأن عمر بن الخطاب نفسه في حديث صحيح مسلم الطويل، لما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبريل جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره، أخبرني عن الإيمان فأخبره، أخبرني عن الإحسان فأخبره. في النهاية الرسول عليه الصلاة والسلام لما انفاد جبريل وكان في هيئة رجل، قال لو أتدري من السائل يا عمر؟ أنت عارف الرجل ده منو يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. فلو كان عمر يعلم الغيب كان يقول أيوة ده جبريل، لكن قال الله ورسوله أعلم. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالناس ما يتخدعوا في الفكايا والدجالين والرمالة وستات الودع، والزول يقول لك بفتح الكتاب وبوريك مكان الرائحة، ديل كلهم كهان وعرافين، والبيمشي لهم وبصدقهم كفر بما أنزل على محمد. إنتوا قلتوا لأن ما قلنا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا ده حديث أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ده إذا كان الزول اللي بيمشي لهم وبصدقهم، ده اللي بيمشي فكاب الفكي ذاته، اللي بيمشي للفكي والعامل بيه يفتح الكتاب والبيكتب البخرات والبيكتب الحجبات والمحايات، اللي بيمشي له وبصدقه الرسول قال ده كفر، ده اللي بيمشي له بس، فكاب الفكي ذاته هيكون شنو يعني؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى في عقيدتكم وفي إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.